الآن التاسعة عشرة من الحدث. أهلا بكم. بعد سيطرتها على حلب، فصائل موالية لتركيا تعرض على قصد الأمان لمغادرة المدينة. المرصد يتحدث عن محاولات للجيش السوري لاستعادة السيطرة على ريف حماة الشمالي من يد الفصائل. الخارجية الإيرانية تؤكد مغادرة موظفيها قنصلية حلب قبل هجوم الفصائل عليها. يدعوت أحرنوت تقول إن مقاتلات إسرائيلية منعت طائرة شحن إيرانية من الهبوط في سوريا. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى هاتين الساعتين الإخباريتين، ونخصصهما للتطورات في سوريا والتي قفزت بها إلى صدارة الأحداث، وتحديدا منذ أن شنت هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى موالية لتركيا عملية عسكرية بسطت على إثرها سيطرتها على حلب ووسط حماة ومن قبلهما إدلب، لتشتعل الجبهات السورية مجددا بعد حوالي 4 سنوات من حالة اللا سلم ولا حرب، حيث توقف فيها القتال عند خطوط إدلب. استهداف محيط سعد سعد الله الجابري. أفاد مراسل الحدث بسيطرة الفصائل الموالية لتركيا على مدينة تل رفعت شمال حلب بعد اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية. هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا كانوا قد أعلنوا عن حظر تجوال في حلب، حيث عرضت على قصد مغادرة المدينة مدينة حلب بشكل آمن. وعلى الجانب الآخر، قالت مصادر في الجيش السوري إن طائرات روسية وسورية قصفت مدينة إدلب في شمال سوريا بهدف صد هجوم الفصائل. يقول الجيشان السوري والروسي إن القصف يستهدف مخابئ الفصائل المسلحة. We'll be right back.
معي مباشرة من القامشلي مراسل الحدث جمعة عكاش، أهلا ومرحبا بك جمعة. لعلي أبدأ بالحديث وأسأل عن تطورات الوضع حتى هذه اللحظة. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين بخصوص ما يحدث في حلب، يعني هي تحرير الشام والفصائل العاملة معها، بسط سيطرتها على حلب بالكامل باستثناء حيي الشيخ مقصود والأشرفية التي تسيطر عليها وحدات مقاتلة كردية. كانت هي تحرير الشام عرضت على هذه القوات الانسحاب من الحيين مع العتاد والأسلحة بشكل آمن، وقالت بأنها لا تريد الدخول في مواجهات مع قسد ولا حتى يعني القوات الكردية الموجودة في هذين الحيين. حسب مصادرنا تم إبلاغ سكان هذين الحيين بقبول الانسحاب منها وتخييرهم بالبقاء في الحي أو مغادرة الحي مع القوات الكردية الموجودة في هذا الحي وفق التفاهم مع هيئة تحرير الشام باتجاه الطبقة أو مدينة الرقب بالتوجه إلى الريف الشمالي لمدينة حلب حيث سيطر عليها قوات كردية. تم السيطرة على مدينة تل رفعت إضافة إلى بلدات عين ذقنة والشيخ عيسى، تبقى هناك في هذه المنطقة سكنة يعني عسكرية ربما تعرف بمدرسة المشاة، تتواجد فيها يعني قوات تابعة للحكومة السورية، بينما المناطق الأخرى هناك اشتباكات متقطعة في بعض البلدات والقرى المحيطة يعني في منطقة الشهباء، وهذه المنطقة أصبحت محاصرة بالكامل، يتواجد فيها حوالي 100,000 كردي سوري كانوا قد نزحوا بعد السيطرة على عفرين عام 2018 إلى هذه المنطقة. يعاني هؤلاء من وضع إنساني متأزم، خاصة بعد أن تم قطع يعني الطرق بينهم وبين حلب من جهة وبينهم وبين منبج من جهة من قبل الفصائل الموالية لتركيا في إطار ما يعرف بعملية يعني فجر الحرية. الأنظار تتجه إلى هؤلاء السكان وهناك مخاوف من حدوث كارثة إنسانية في حال لو تعرضوا إلى الهجوم من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، خاصة وأن قسد تقول أنها لا تعمل في هذه المنطقة وأن القوات الموجودة فيها هي قوات تحرير عفرين وقوات كردية أخرى. نعم. طيب ننتقل الآن مباشرة إلى ريف حلب الغربي، ومعي أيضا من هناك مراسل الحدث محمد هارون. إذن كما أشار جمعة قبل قليل، نتحدث إذن عن تقدم للفصائل المسلحة الموالية لتركيا، أيضا صورة مقاربة لما يجري في ريف حلب بعد أن أعلنت هذه الفصائل أيضا السيطرة على حلب بعيد السيطرة الكاملة على إدلب. نعم بالفعل آخر ما تم الإعلان عليه هو من قبل الفصائل المسلحة عبر عملياتها فجر الحرية، قالت هذه الفصائل إنها سيطرت على قرية حربل، هذه القرية التي تتاخم كذلك مدينة تل رفعت، وكذلك سيطرت على الشيخ عيسى وكذلك مطار منغ العسكري. طبعا هذه المدن والبلدات التي نتحدث عنها في هذا السياق هي تخضع لسيطرة مشتركة للقوات الحكومية وكذلك لقسد. حتى هذه اللحظة الفصائل بشقيها سواء كانت تحرير الشام أو كانت الفصائل الموالية لأنقرة تقول بأن عملياتها لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها. هنا من الواضح أن العملية العسكرية كما قلت بشقيها تتجه إلى مدرسة المشاة، هذه المدرسة التي تقع كذلك بالريف الحلبي قرب مدينة أو قرب بلدة فافين، وتعتبر هذه المدرسة هي واحدة
من أهم وأبرز وأكبر السكنات العسكرية. الوجهة هنا إذا يعني ما شاهدنا خارطة التقدم والسيطرة، الفصائل بشقيها تحاول أن تطبق الحصار على هذه المدرسة، أسوة بما فعلت بحي الشيخ مقصود والأشرفية الذي أخضع أيضا الآن لهذا الحصار. كذلك الفصائل العسكرية تقول بأن عملياتها مستمرة طبعا على جبهات ريف حلب الشرقي، وكانت قد قطعت طريق حلب الرقة ذاك الأوتستراد، وقالت أنها اعتقلت أو ما تسميه أسرت 33 عنصرا للقوات الحكومية، وبالتالي هنا تصبح معظم الطرق الدولية تخضع لسيطرة المعارضة، خاصة هنا نتحدث بعد سيطرة تحرير الشام على طرق الام 5 والام 4 في قريه في مدينه سراقب، هذه المدينه الهامه جدا نظرا لمرور هذين الطريقين منها الام 4 والام 5، وكذلك مدينه خان شيخون وكذلك سراقب. كل هذه المدن الثلاث التي اتحدث عنها هي هامه جدا لمرور الطرق الدوليه منها، وكذلك اليوم الفصائل عن الفصائل العسكريه طبعا التي تقود تحرير الشام عبر عملية ردع العدوان تقول أو بل هي أعلنت أنها سيطرت على كامل مدينة إدلب بشكل كامل، خاصة بعد السيطرة على جبل الزاوية وجبل شحشبو بالريف الإدلبي الجنوبي. طبعا جبل شحشبو يطل بشكل مباشر على الريف الحموي الشمالي وسهل الغاب تحديدا، ويطل كذلك على قلعة المضيق. العمليات العسكرية كذلك في حمى متواترة مستمرة على تخوم مدينة محردة كذلك، وطبعا بعد سيطرة تحرير الشام وحلفائها على مدينة مورك وخان واللطامنة وكفر زيتون. وفي ذات السياق الفصائل بقيادة تحرير الشام اليوم لأول مرة تسيطر على بلدتين نوبل والزهراء. على مدار سنوات الثورة السورية سيطرت اليوم على بلدتين نوبل والزهراء التي تعتبر خزان بشري كبير وهام للنظام السوري، وتعتبر كذلك معقلا طيب رئيسيا للميليشيات. أيضا هنا محمد يعني أعود إلى القامشلي مع مراسل حدث جمعة بعكاش، أسأل عن جزئيتين، جزئية متعلقة القوات الكردية التي تختلف عن قصد، ماذا عن ذلك؟ وأيضا كيف تتعاطى هذه القوات مع طلب الفصائل المسلحة الموالية لتركيا أو هيئة تحرير الشام مع الطلبات المتعلقة بالخروج الآمن كما يقال؟ سوريا الديمقراطية بأن القوات العاملة في حي الشيخ مقصود والأشرفية هي قوات تحرير عفرين، وهي قوات لديها يعني مركز خاص لأخذ القرار، وأنها انسحبت من مناطق الرفعات وأيضا ماهي في حلب منذ عام 2018، لكن هذه القوات لا تزال يعني تأتمر من الرقة وأيضا من القامشلي وتسير في نفس السياق. أيضا قصد نفت بأن يعني القوات الكردية هناك قد يعني وافقت على مبادرة هيئة تحرير الشام الانسحاب من الحياة، لكن المعلومات المؤكدة ومصادرنا الخاصة تؤكد بأنها وافقت على هذا يعني هذا المقترح من هيئة تحرير الشام، وأنها أبلغت السكان في الحياة بالاستعداد للمغادرة وخيرتهم إما بالبقاء أو المغادرة معها باتجاه مدينتي يعني مدينة الطبقة والرقة، وأن هذه العملية ستبدأ خلال 48 ساعة المقبلة. وبالتالي ما المتوقع سريعا جمعة؟ كيف سوف يتم التعاطي؟ يعني لا تزال هناك يعني محادثات حول طريقة إخراج العوائل الكردية وأيضا المقاتلين الأكراد في الحياة، لكن حسب السيناريو المتوقع سيكون هناك طريق لتوفير طريق آمن، ستقوم يعني هيئة تحرير الشام بتأمين هذا الطريق حتى الطبقة والرقة، لأن هناك 70 كيلومتر من الطريق واقع بين يعني تحت سيطرة الفصائل الموالية لتركيا وهي العاملة ضمن عملية فجر الحرية. طبعا هناك اختلاف جذري بين العمليتين، يعني هيئة تحرير الشام تفضل عدم الصدام مع القوات الكردية أو حتى قسد، في حين عملية فجر الحرية التي تقودها سليمان شاه وسلطان مراد وأحرار الشرقية ضمن فجر الحرية هدفها الأساسي الريف الشمالي، وهدفها الأساسي أيضا قوات يعني قوات سوريا الديمقراطية. لذلك المرور في مناطق يعني الفصائل الموالية لتركيا قد يكون صعبا نوعا ما.
إذا من القامشلي مراسل الحدث جمعة عكاش، كذلك كان معنا من ريف حلب الغربي مراسل الحدث محمد هارون، شكرا جزيلا لكما ويعطيكم العافية. من جانبها وفي بيان لها حول ما يجري من تطورات في سوريا، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن هجوما واسعا قد جرى وانهارت معه القوات السورية في حلب وفي العديد من المناطق الأخرى، وقد اتهمت قسد تركيا بإدارة هذا الهجوم عبر الفصائل المدعومة منها للسيطرة على مناطق في سوريا، إضافة لاستهداف مناطق الإدارة الذاتية بهدف ما قالت إنه الاحتلال الكامل لسوريا. قسد أشارت أيضا إلى أن مقاتليها يقاتلون في جبهة منبج وكذلك في جبهة غرب الفرات. قوات سوريا الديمقراطية قالت إنه مهما كانت التضحيات فإنها ستقف ضد هذه الهجمات وسوف تحمي المنطقة على حد قولها، داعية الجميع إلى التحرك على أساس النفير العام والتحرك بشكل مشترك ومنسق مع قوات قسد. هذه هي المشاهد الحصرية هنا من إدلب ولحظة إجلاء المصابين. أيضا الآن من ريف إدلب معي مراسل الحدث محمد الأشقر. لا شك محمد أن يعني إدلب كانت موقعا والمحور الأساسي ونقطة التمركز الرئيسة بخصوص أو بالنسبة لهذه الفصائل، سيطرت في البداية على إدلب وانطلقت من هناك للمحاور المختلفة. كيف يبدو الوضع كنقطة ارتكاز بالنسبة لهذه الفصائل بالنسبة لإدلب؟ نعم، بعد أن أعلنت الفصائل وهيئة تحرير الشام عن سيطرتهم على محافظة إدلب، يعني المشهد اليوم هو تحليق مكثف للطائرات الحربية منذ الصباح الباكر. هذه الطائرات الحربية سواء كانت الروسية أو السورية كثفت من الهجمات الجوية على مناطق متفرقة من المحافظة، ولكن الضربات التي تسببت في أضرار بشرية ومادية كانت هي الضربات التي استهدفت الأحياء السكنية ضمن مدينة إدلب، حيث تم استهداف المدينة بأكثر من غارة جوية منذ الصباح، استهدفت عدة قياء في المدينة واستهدفت سوقا شعبيا يعرف محليا بشارع الخمارة. بحسب الدفاع المدني قالوا بأن هذه الضربات حتى اللحظة خلفت 22 قتيلا بالإضافة ل 125 جريح، بين الجرحى 54 طفل و 39 امرأة، وبين من بين القتلى 8 أطفال و3 نساء، بالإضافة لغارات جوية استهدفت مدن عدة تقدمت إليها وسيطرت عليها الفصائل يوم أمس، مثل مدينة خان شيخون التي تم استهدافها بعدة غارات جوية، ومدينة معرة النعمان وتراقب، بالإضافة لاستهداف الطريق الدولي M5. طيب الآن عندما نتحدث كذلك عن قيام مجموعة أو وجود مجموعة من الغارات المشتركة السورية والروسية، هل نتحدث فقط عن حراك عسكري روسي ثقيل وخفيف روسيا؟ نعم، يعني إلى حد هذه اللحظة يعني لم تتحدث المراصد العسكرية المسؤولة عن متابعة حركة المدافع والراجمات والطائرات
تحذير المدنيين عن مشاركة روسية سوى بسلاح الجو الذي كثف من ضرباته اليوم على مناطق متفرقة في محافظة إدلب، بالإضافة لاستهداف الطائرات الحربية لمناطق وأحياء في مدينة حلب. حتى مدينة حلب اليوم تعرضت لغارات جوية، أكثر الضربات الجوية إلى من كانت هي الضربة الجوية التي استهدفت المشفى الجامعي. طبعا لم يتم تحديد هوية الطائرة التي نفذت هذه الغارة، هل هي روسية أم سورية، ولكن يعني هذه الغارة تسببت بسقوط 12 قتيلا في هذه المنطقة فقط. إذن شكرا جزيلا من ريف إدلب مراسل الحدث محمد الأشقر، شكرا يا محمد. معي مباشرة الآن من بيروت العميد الركن المتقاعد يعرب صخر الباحث في شؤون الأمن القومي والاستراتيجي. سيادة العميد أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. أسأل في البداية، كيف تقرأ هذا التقدم؟ هل تقرأه بأنه قد تم بشكل سريع جدا؟ التصريحات الإيرانية التي تقول إن الوضع صعب للغاية لكن الجيش السوري قادر على المواجهة ورد كل هذا الهجوم، كيف تقرأ كل ذلك وإلى أي مدى بالفعل هناك قدرة على صد هذا التقدم الخطير والكبير لهيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا الفصائل المسلحة؟ مساء الخير سيد أهلا. طبعا لا شك أولا أن التحضير الجيد والمسبق والمنظم واختيار اللحظة المناسبة في العمليات هو العنصر الأهم والأساسي في إمكانية النجاح في المراحل الأولى. وهذه المعارضة والمجموعات المسلحة فعلا اختارت اللحظة المناسبة والتوقيت الاستراتيجي واستعملت عنصر المباغتة والمفاجأة والسرية وكما قلنا التخطيط المنسق مسبقا. هذا التقدم السريع طبعا أملته ظروف مساعدة كذلك، حيث الانهماك الروسي في أوكرانيا ونقل مركز الثقل من سوريا ليس كله يعني إنما بعضه وممكن نسبة كبيرة من مركز الثقل هذا من سوريا إلى أوكرانيا نتيجة انهماك روسيا في أوكرانيا، وحيث نعلم أن روسيا هي السند الأقوى للنظام السوري. ثانيا الميليشيات الإيرانية التي كانت تتواجد في مناطق النفوذ النظام السوري يعني في حوالي 65% من البلاد ومعظمها وأهمها في منطقة حلب الشرقي، حيث في منطقة حلب لدى إيران أو الميليشيات الإيرانية 52 موقع ثابت عسكري و 117 نقطة كما عرفنا من بعض المعلومات، وهذه يعني خسارة مهمة إذا احتلت المعارضة والمجموعات المسلحة حلب بكاملها، وخصوصا كما نعلم أن إدلب وحلب أصبحت بقعة واحدة، تم وصل إدلب بحلب وتم النزول عموديا نحو حماة. هذه الظروف المساعدة الانهماك الروسي والانهاك الميليشياوي لميليشيات إيران نتيجة ما حدث في لبنان ونتيجة هذا الانتشار والتوزع القوى، وكذلك حالة الانهاك عند جيش النظام السوري حيث منذ عقد من الزمن وحتى الآن هو في قتال مستمر وعمل مستمر. فإذن هذه ظروف مناسبة، لحظات مناسبة تأسس عليها بتخطيط مسبق ومنسق واستعمل عنصر المباغتة وجرى ما جرى، ولذلك فهمنا كيف كان هذا التسارع والنجاح في التقدم السريع في ثلاث محافظات إدلب وحلب والآن حماة. هل نتوقع السيناريو نفسه وصل إلى الشمال الشرقي لحما؟ عفوا تفضل. أقول يعني في الجزئية ذاتها هل نتوقع السيناريو نفسه في حما
يعني هل يحصل في حماة مثل الذي حصل في حلب وفي إدلب هنا، رغم التصريحات أو البيانات التي تصدر عن الجيش السوري وعن دمشق والمتعلقة بإمكانية الجيش في صد مثل هكذا هجوم وردع ومنع التقدم للقوات المسلحة أو الفصائل المسلحة الموالية لتركيا؟ في الأيام الثلاثة الأولى إدلب حلب وصولا حتى شمال حما لم يكن هناك مواجهة أو مجابهة، وكانت القوات المسلحة يعني المجموعات المسلحة التي قدمت من إدلب ثم اجتاحت في حلب والآن شمال حما لم يكن أمامها هذه المقاومات التي يعتد بها أو الجدية، ورأينا كيف كان هناك انسحاب منظم للجيش السوري من هنا ومن هناك. إنما الآن اليوم هناك نقطة تحول، حيث أن الجيش السوري فعلا لمس أن هناك خطرا قادم، إذا استطاعت هذه الفصائل التوغل في حماة أو الإمساك بالمفاصل الرئيسية الجغرافية هناك قد تؤثر على المشهد الجيوسياسي بكامله، ومنها من حلب تتهدد حمص ومن حمص تتهدد دمشق. يعني هنا الجيش النظام السوري أجرى استعداداته لعديد القوات، سيادة العميد، لعديد القوات المتقدم. نعم أقول وأتحدث وأشير إلى عديد قوات الفصائل المسلحة الموالية لتركيا وهيئة تحرير الشام بعديد قواتها وبنوعية الاستعداد والأسلحة التي تستحوذ عليها الآن، هل بالفعل بإمكانهم ترجمة الوضع ذاته في حماة؟ لا نستطيع أن نقدر أولا إذا استطاعت أن تقدر الحجم ذاته في حما، حيث أن جيش نظام سوري بات مستعدا ومهيئا وعازما على الصد والتعامل مع هذه الجماعات التي لم يكن يتعامل معها كما كان يجب في حلب وإدلب. هذه الجماعات استطاعت بفعل ما حازته من أسلحة، ورأينا هناك ملالات أم سنتريز يعني أم 113 وهي أمريكية. من أين هذه الملالات؟ لا شك أنها من داعميها وأظن الأتراك. ورأينا أن استطاعت السيطرة على مطار إكويريس وفيه عاملان مهمان، طائرات قاذفة لا نعرف عددها ومنظومات دفاع جوي، وهذا شيء مهم قد يؤثر في سير العمليات، حيث أن هذه الفصائل نعلم أن سلاحها خفيف ومتوسط. تحدثنا عن ثلاثة مطارات يمكن سيادة العميد. هناك نقطة مهمة أخرى، الدعم الاستخباري. لا شك أن هناك دعم استخباري لهذا الفصائل يدعمها ويقدم لها المعلومات. وهذه كذلك نقطة مهمة. والأهم من ذلك كله، سألتني عن العديد، لا أحد يقدر العديد بنسبة محددة، إنما كما قيل أنهم بدأوا من إدلب ب20,000 وصلوا إلى حلب وأصبحوا 40,000. يعني نلاحظ أنهم ككرة الثلج، حيث أن هذه الفصائل أينما تتقدم هناك مساندون لها ومتحالفون معها، وهناك يظهر كأنه خلايا كانت موجودة أينما تتقدم هذه الفصائل، أصبحت في حلب 40,000 وقد تصبح في حماة 60,000. يعني كرة الثلج، لا أجد توصيفا أفضل من ذلك. كلما كبرت الرهان الآن في النظام السوري كيف يجابه وكيف يضع حد لهذه الفصائل. إذا نجحت هناك مشكلة سوف تمسك المفاصل الرئيسية، يعني وتصل إلى نسبة كبيرة لقطع شرق سوريا عن غرب سوريا، ويبقى حمص وهناك مشكلة أكبر. وسمعنا منذ البارحة أن هناك في درعا في الجنوب السوري كذلك هناك نهوض لفصائل أو بداية مقاومات، إرهاصات، بداية مقاومات للمعارضة السورية كذلك، واشتبكت مع جيش النظام السوري. فإذا الأمور متشابكة نوعا ما،
لكن الميدان هو الذي يقرر كيف يتغير المشهد الجيوسياسي وبالتالي الاستثمار السياسي على أساسه. إذن شكرا جزيلا على هذه القراءة الميدانية من بيروت العميد الركن المتقاعد يعرب صخر الباحث في شؤون القومي والاستراتيجي. شكرا جزيلا سيادة العميد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. معي مباشرة من العاصمة السورية دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، كذلك من دمشق الباحث السياسي خورشيد دلي. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أيضا يعني نشرك معنا في هذا الحوار من إسطنبول المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ مع حضرتك سيد عبد الحميد، قبل قليل كنا نستمع لهذه القراءة الميدانية لتطورات الأوضاع العسكرية في الميدان على لسان ضيفي العميد المتقاعد يعرب صخر، لكن من الناحية السياسية كيف يمكن أن نفسر أو كيف تفسر هذا التدهور المفاجئ والسيطرة المتسارعة التي استغلت عنصر المباغتة كما قال سيادة العميد قبل قليل، وأحرزت هذا التقدم متجسدا على يد الفصائل المسلحة الموالية لتركيا؟ مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. كان هناك واضح في البيان الذي صدر من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة والذي انتظرناه ساعات طويلة بأن الهدف من الانسحاب الذي وصفه الدكتور أو ضيفك يعرب من بيروت بالانسحاب المنظم الذي حدث لقطاعات الجيش السوري كانت بسبب حجم الهجوم وكثافة الهجوم واتساع رقعة الهجوم ومدى الجبهة، وبالتالي كان لابد من العودة إلى الخلف لإعادة بناء خطوط دفاعية جديدة كما ورد في بيان القيادة العامة، وكذلك البدء بالهجوم المضاد. فقط إذا أردت أن أعلق سمحت لي على فيما يتعلق من حماة، حين نتحدث عن حماة فهناك حماة المدينة وهناك حماة الريف مترامية الأطراف المرتبطة بجنوب غرب إدلب. القوات السورية منذ مساء أمس تمكنت من إيقاف تمدد المهاجمين المسلحين في تلك المنطقة بشكل تام، وتمت وصول تعزيزات وحشود عسكرية من الفرقة 25 القوات الخاصة إلى تلك المنطقة، وكان هناك وضوح حتى أن نائب رئيس الأركان السوري كان موجودا في تلك المنطقة مشرفا على عمليات صد الهجوم، لكن هناك معارك ومناوشات كبيرة وعنيفة كما ترد بعض الأنباء. فيما يتعلق في البعد السياسي أعتقد بأن المسألة كانت مدبرة وواضحة من الجانب التركي، إن لم تكن تخطيطا وتنفيذا ودفعا بهذا الاتجاه بشكل معلن فهي تمت ولكن لم تعلن تركيا. وأعتقد بأن ما قاله وزير الخارجية التركي بأن تركيا ليست معنية بما يحدث وليست متورطة في هذا الأمر ربما ينطبق عليه قولنا العربي كاد المريب أن يقول خذوني، فبالتالي من الواضح أنه لا يستطيع أحد حتى من الجانب التركي وهذه الصحافة التركية التي نتابعها
والمواقف التركية كلها تؤكد وتبرهن على أن الخطة تركية وكانت معدة بشكل مسبق وتم التدريب وتم تسليح. هذه ضيفك الكريم من بيروت تحدث عن أنواع من السيارات والناقلات والسلاح الذي كان بحوزتهم، يبدو أنه وتحدث عن أنه هذا السلاح قريب وهو ربما يكون مسلحا إلى ما هنالك. المهم في الجواب في البعد السياسي، أعتقد بأن تركيا أرادت أن تقول بأن المفاوضات تحت النار يمكن أن تحقق لها أهدافها وتوسع دائرة احتلالها في سوريا وتفرض شروطها، ولكن أنا أستبعد أن يكون ذلك. وما نشهده الآن من رد فعل وهجوم مضاد في عن طريق الجو ربما هو مؤشر أساسي على الموقف السوري الذي اتخذ ميدانيا وسياسيا. نطرح هذا التساؤل على سيد خورشيد. سيد خورشيد، بحسب ما يقوله سيد عبد الحميد إن تركيا تقف بالفعل وراء هذا الهجوم تخطيطا كما فهمت قبل قليل، إلى أي مدى يمكن أن يعني تؤيد هذه الرواية؟ إلى أي مدى يمكن أن تصح رواية أنقرة المتعلقة بأنه لا مصلحة لها بالفعل ولا تخطيط قد جرى تنفيذه بخصوص ما جرى مباشرة في إدلب وفي حلب وأيضا على تخوم حماة؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي الحدث. أعتقد ربما طفل سوري يعرف أن هذه الهجمات الكبيرة الآن والمنسقة والمخططة والتي أعدت لها طويلا وطبيعة الفصائل المشاركة فيها والأسلحة التي استخدمت هي كلها حقيقة من تدبير وتخطيط تركي. تركيا هي التي دربت هؤلاء المسلحين، تركيا هي التي أعطت السلاح. لكن أنا أسأل عن جزئية حتى يعني تماما نكون في معرض الإجابة عن هذا السؤال. سيد خورشيد، معروف أنه هذه الفصائل تلقت التدريب ولسنوات على أيدي الأتراك، وبالتالي قد وصلوا إلى مرحلة من الكفاءة والقدرة على المناورة والاستعداد و يعني الالتزام بخطط عسكرية كالجيوش النظامية لربما. لكن السؤال، هذا الهجوم إلى أي مدى ساهمت تركيا في تنفيذه؟ يعني تركيا هي تلعب بدور غرفة عمليات، تركيا هي التي تنظم هذه القضية استخباراتيا، تركيا هي التي جمعت المعلومات عن أماكن وتواجد القوات السورية أو حتى قوات قصد. تركيا هي التي بنت كليات الحربية التي تم التدريب فيها. تركيا هي التي تعرف حتى درجة حرارة جولاني سيدي. وبالتالي الآن هذا الخطاب التركي الذي يحاول إظهار وكأنه ليس له علاقة أو أنها تركيا حيادية أو أنها تركيا حريصة على الاستقرار في سوريا ووحدة سوريا كما نسمع من الخطاب التركي هو حقيقة يناقض كليا الواقع على الأرض. وأساسا يعني تركيا في هذه العملية تقدم نفسها على أنها اللاعب الأقليمي القادر على تغيير المشهد الميداني والسياسي في سوريا، وهذا اختارت تركيا توقيت الذهبي الذي جاء بعد يوما من اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وجاءت قبيل وصول ترامب إلى البيت الأبيض بنحو شهر ونصف، وهي تكاد تقول أنا الدولة التي لدي فائض القوة والعضو في حلف الأطلسي وعلى جوار سوريا أستطيع تغيير المشهد، وبما يؤدي إلى تقليص نفوذ إيران أو إخراجها من سوريا. وهذا ما ربما رسالة إلى الإدارة الأمريكية بأن تركيا قادرة على ذلك، ولذلك تركيا لديها أهداف واضحة. هذه المرحلة الأولى وهي تخطط للمرحلة الأخرى من الهجوم من خلال الهجوم على شرقي الفرات، وطالما لديها هذه الفصائل على الأرض وتنفذ أجندتها بالتالي هي تبعد نفسها بشكل على أنها ليست معنية مباشرة بالوضع، ولكن هي حقيقة هي التي تدير هذه المعارضة. وصلت الفكرة سيد خورشيد. تمام. خلينا يعني أيضا نطرح التساؤل نفسه على سيد مصطفى أوزجان معي من إسطنبول. سيد أوزجان، أستاذ عبد الحميد توفيق يتحدث عن التخطيط التركي، لا يستبعد التخطيط التركي
لهذا الهجوم بالكفاءة أو بالتقدم الكبير الذي أحرزته الفصائل المسلحة الموالية لتركيا. أيضا سيد خورشيد هنا يستبعد تماما وينفي ويستنكر موضوع حيادية أنقرة وأنه لا مصلحة لها بكل ذلك. كيف تنظر لهذين المسارين المترادفين؟ أكد وزير الخارجية التركي على أن تركيا ليس جزءا من معارك دائرة فيما يتعلق بحلب وما فيما بعده. ونستطيع أن نحلل لماذا الجيش الوطني تقدمت نحو هذه السرعة إلى حلب وأيضا ريف حلب، على أن النظام السوري أو جيش النظام السوري خارت قواه في الآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة، لأنه تكبدت كثيرا من العناصر وأيضا ربما فقد قتال الروحية. لكن قبل ما نتكلم عن الجيش السوري أستاذ مصطفى، خلينا نتكلم يعني الآن عن تركيا، جيش السوري وأيضا دقيقة واحدة عن تركيا. ليس هناك تركيا تقول أنه ما مصلحة تركيا، ليس هناك شواهد على الأرض مصطفى. ليس هناك شواهد على الأرض على أن تركيا متورطة في هذا المجال. عفوا من جنابك كذا سمحت لي، فقط يعني جزئية صغيرة جدا سيد مصطفى، تقول إنه ما مصلحة تركيا. تركيا دائما تتحدث عن يعني التخوف الكبير والتهديد الكبير بسبب الوجود الكردي ويعني كل الحراك الكردي العسكري ضد تركيا وحزب العمال وما إلى ذلك. بالتالي في مصلحة، يعني إذا سألتني عن إنه وين في مصلحة، في مصلحة لأنقرة بذلك. طبعا هناك مصلحة بالنسبة لأنقرة لتقدم المعارضة في حلب وغير الحلب، وكان ربما عوضا عن ذلك كان هناك مصلحة أيضا في تطبيل علاقات مع النظام السوري. لماذا النظام السوري تركع عن مد يد تركيا إليها؟ إذا كانت هناك أي ذنب أي خطأ، هذا يعود على النظام بذاته ليس على تركيا. إذا تركيا قد اقترت على تطبيل علاقات، وأيضا روسيا كانت متبنية في نظرة تطبيل علاقات بين البلدين، ولكن تلكها النظام السوري عن هذه المبادرة الروسية التركية. وطبعا انتهت الفرصة، لأن مشهد الدول المواطية بالنسبة لتقدم قوات المعارضة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هناك فراغ في الإدارة، وأيضا روسيا منشغلة بنفسها في أوكرانيا وغير ذلك، إيران في تراجع. إذن هم استعدوا، اعتمدوا على أنفسهم، أقصد طبعا جبهة المعارضة أو جبهة مضادة بالنسبة للنظام السوري. إذن نعم، يعني تركيا هل هي بدعم تركي؟ طبعا بدعم تركي هذه الحرب. لا، بدعم تركيا. هل هناك شواهد؟ هناك شواهد على إيران متورطة، لأن قد قتل جنرال طابية بالنسبة لإيران، وليس هناك أي جنرال تركي أو عسكري تركي استشهد في طريق مواصلة إلى حلب وغير ذلك. إذن ليس هناك شواهد، ولكن لا نتحدث هنا فقط عن التجهيز والاستعداد العسكري وما إلى ذلك. هناك تخطيط، كنا نتحدث عن ذلك، يعني مش شرط أن يكون في أتراك يعني موجودين على الأرض. لكن دعني أمرر السؤال إذا سمحت لي بعد إذنك سيد. ما ذنب ذلك؟ لأن روسيا وإيران يزودان تدعمان دمشق، طبيعي، مفهوم بكل عطاءات، بكل أشياء، واضح جدا. أستاذ عبد الحميد، لربما ترد على ذلك، لكن في سياق ردك أتمنى ألا تستبعد الفكرة التالية، إنه رأينا على مدار فترة طويلة كيف كانت تسعى أنقرة لتطبيع العلاقات مع دمشق. رأينا تلك اللهجة وتلك اللغة المليئة لربما بالغزل حتى، والدعوة ورفع حتى مستوى الدبلوماسية والاستعداد، حتى إننا كنا على مسافة قريبة جدا من لقاء يجمع الرئيس بشار الأسد والرئيس التركي أردوغان. كيف يمكن أن نقبل بفكرة أنه أنقرة يعني متورطة في مثل ذلك، وقبل فترة قصيرة فقط كانت تستجدي لربما للجلوس على طاولة مع الرئيس السوري الأسد؟ قد
قد يكون الذي حدث والتبني التركي لهذه العملية والتخطيط لها هو الذي يبرهن على زيف الدعوة والتوجه التركي باتجاه مسألة السلام. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، يبدو واضحا وجليا أن الانتهازية السياسية التي تطبع الطبقة السياسية التركية بدت جلية من خلال لم تكن مجرد يعني حركة، لم يكن ذلك مجرد تصريح أستاذ عبد الحميد. رأينا فترة طويلة امتدت على مدياتها كلها موضوع التطبيع والتصريحات والخطى التي سارعت بها أنقرة لمصافحة دمشق. أكثر من ذلك، مثل كما تتفضل، حتى كان هناك اجتماع للجان فنية وتقنية وأمنية تطورت إلى لقاء وزراء دفاع ووزراء خارجية في كل هذه الاتجاهات، ولكن يبدو أن كان شيئا مضمرا يدور في أروقة السياسيين الأتراك في هذا التوجه. أرادوا أن يقولوا بأننا نريد السلام مع سوريا، ولكن وفقا لشروطهم، وهم دولة محتلة بامتياز لأرض سورية سيادية، وبصرف النظر عن أي تقييم آخر لهذا الوضع أو ذاك. هذا أولا. ثانيا، تركيا حين اندفعت بهذا الاتجاه كانت تريد أن تتفكك من الأعباء، من أعباء خياراتها السياسية الخاطئة في الأحداث السورية وفي الأزمة السورية، وعلى رأسها اللاجئون وكذلك المسلحون بعشرات الآلاف الذين دربتهم ومكنتهم وباتوا عبئا عليها، إضافة إلى جبهة النصرة المصنفة دوليا في الأمم المتحدة. لكن دعم هذا الهجوم سيبقي هذه الأعباء برضو. دعم هذا الهجوم، تأييد فكرة أن تركيا متورطة في ذلك، سوف تبقي هذه الأعباء على كاهلها. سريعا قبل ما توجه لأستاذ خورشيد. نعم، أنا أقول نعم، ستبقي هذه الأعباء، وأعتقد أن المشهد يشير إلى أن هذه الأعباء ستصبح أكثر ثقلا على الجانب التركي في ظل ما نشهده ونتلمسه في الأفق. طيب، أمرر السؤال إذن لسيد خورشيد أيضا، يعني في المسار نفسه الذي نتحدث فيه، تصريحات وزارة الخارجية التركية، التطبيع والخطوات المتسارعة نحو دمشق، كيف تقرأ ذلك؟ لماذا نصر على فكرة وعلى عدم نية أو صفاء نية أنقرة تجاه التطبيع مع دمشق؟ سيدي، الخطوات التركية ومحاولة التقرب من دمشق ومحاولة فتح صفحة جديدة كانت ضمن أولويات تركيا للتخلص من مجموعة مشكلات تعاني منها الحكومة التركية منذ سنوات. كان الطلب السوري واضحا أنه يمكن فتح هذه الصفحة، لكن شرط أن نحصل على ضمانات أو تعهدات بالانسحاب التركي من المناطق التي تحتلها تركيا. عندما رفضت تركيا هذا الأمر وبشكل قاطع، أعتقد أن النيات تأكدت لدى دمشق بأن تركيا ليست جدية لاحقا في الانسحاب. وما عزز هذا الأمر، ليست هناك ثقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظرا لأنه قادر على عقد التحالفات مع أي طرف ومن ثم الانقلاب على هذا الطرف في نفس الوقت، وعلى إطلاق التصريح وعكسه في نفس اليوم. وتجربة قبرص كما قلنا أكثر من مرة شاهد على التاريخ طريقة تعامل تركيا مع هذا الأمر. عندما فشلت مساعي تركيا هذه في دفع الحكومة السورية للخضوع لشروطها، الآن قالت ما يلي: سأقلب الطاولة وسأقلب الحدود على أهل سوريا، وسيخلق حالة من الفوضى ودفع البلاد إلى هذه الموجة الدموية التي نشهدها الآن. فالخاسر، الخاسر هم السوريون، سواء كانوا في الموالاة أو في المعارضة. طب ممكن أسألك سريعا برضو هذا السؤال اللي طرحته على سيد عبد الحميد، الأعباء سوف تبقى على كاهل أنقرة؟ هذا الأمر يتوقف على مجريات المعارك، على مجريات ما سيحصل، على مدى التدخل الموجود على المستوى الأقليمي والذي يحصل الآن. هل ستؤدي الاتصالات إلى نوع من التفاهمات يوقف هذا الهجوم الذي تشنه جبهة النصر ومعها فصائل إرهابية بتحديدا مثل أحرار الشرقية، والآن الذين يهددون بارتكاب المجازر ضد مناطق التواجد الكردي؟
إذا ما حصل نوع من التفاهمات يمكن القول أن تركيا ستبقى بمنأى هذا الأمر، ولكن إذا لم تحصل وتركيا تدخلت أكثر وهذه العملية توسعت وربما تحصل أخطار أقليمية لنظرا لأن هذا الأمر عندما يتم تصدير جولاني بهذا الشكل وهذا الجولاني يمكن أن يسيطر على مناطق أخرى، هذا سيشكل خطر على كل دول المنطقة ولا سيما المجاورة لسوريا وربما ينهض داعش من جديد. اعتقادي هنا يمكن أن تركيا نفسها مرشحة لحالة من الفوضى نظرا للتداخل الجغرافي والعوامل الأمنية والسياسية في هذه المنطقة. تركيا تلعب النار وهذا النار يمكن أن ينتقل إلى الداخل التركي إذا ما أصرت على هذه السياسة. طيب مر السؤال الآن لسيد أوزجان، إذا كانت بالفعل أنقرة غير متورطة وغير منخرطة بكل ما يجري، لماذا لا تقوم بأي خطوة تجاه إقناع الفصائل الموالية لها وهي فصائل مسلحة بعدم التصعيد؟ هم في قراراتهم أحرار، تركيا لا يجبر أحد على أن يتقاتل مع النظام السوري، لا. هل تركيا يجبرهم بأي شيء باستعمال القوة ضد النظام السوري أو يدفعهم إلى حلب؟ لا لا، هم أحرار في اتخاذ قراراتهم، يمتلكون قراراتهم، حتى هيئة تحرير الشام وهو أقل تأثيرا من نفوذ تركيا، والفصائل الأخرى ربما لديهم علاقات قويمة أو أكثر تأثيرا وتعثرا بتركيا، ولكن هيئة التحرير الشام إلى حد ما هو حر في اتخاذ قراراته، ولا تركيا تدفع أحدا لكي يتقاتل مع النظام السوري. يا سيد هناك تطفيق يا سيد أوزجان، يعني إذا سمحت لي إذا سمحت لي هنا من قبل موضوع إنه تركيا لا يمكن، وهناك محاولة اختراق لهذا التطبيق من قبل تركيا، لذلك تركيا ربما تتبنى وجهة نظر المعارضة في هذا المجال. طيب أنا أقول إنه يعني إذا سمحت لي، إذا سمحت حزب الأمال الكردستاني، عناصر حزب الأمال الكردستاني وإيرانيون في خليني أسألك سؤال إنه دعم بدهن الوقت لتركيا أو جبهة شمالية لسوريا. سيد أوزجان، نعم؟ يعني أنت عم يعني بتحكي بفكرة تقول إنه يعني القرار يخرج من عقول المعارضة كما تصفها السورية والفصائل وما إلى ذلك، تمام، لكن يعني تركيا لها وجود ولها مصالح، وهؤلاء يعني موجودون عند منطقة تؤثر على المنطقة الحدودية الممتدة بين سوريا وتركيا، لا تستطيع تركيا أن يعني تبعد وجهها تماما وأن تلقي بنظريها بعيدا عما يجري في هذه المنطقة، أكيد لها موقف وأكيد لها حضور وأكيد أنه بدها مصالحها وما إلى ذلك، فمش ممكن نستوعب فكرة أنه هؤلاء قرروا من تلقاء أنفسهم وأنه أنقرة بعيدة عن ذلك. لكل دولة لها مصالح، للولايات المتحدة أمريكا روسيا وإيران، وتركيا أقرب دولة إلى سوريا، لذلك لها مصالح. هناك مشكلة اللاجئين، هناك مشكلة حزب العمال الكردستاني أو متفري عنها وحدات حماية الشعب وما إلى ذلك، إذن يعني لكل أحد مصلحة، هل لا تكون لتركيا مصلحة؟ لابد أن يكون هناك مصلحة. النظام السوري كان أحرى عليه أن يلبي هذه المصالح، مصالح تركيا، ولكن هو يلبي لمصالح إيران، مصالح روسيا وما إلى ذلك، إذن تركيا يختار طريقه بنفسه لنفسه. بالمناسبة وكالة تسنيم وحسب ما يأتي الآن على لسان تسنيم شبه الرسمية الإيرانية شبه الرسمية، وزير الخارجية الإيراني يغادر دمشق متجها إلى العاصمة التركية أنقرة، والأيام سوف تكون حبلى لربما بما ينتج في هذه الغرف المغلقة. كان معنا من إسطنبول محلل السياسة التركي مصطفى أوزجان، كذلك كان معي من دمشق الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق، وأيضا من دمشق الباحث السياسي خورشيد دلي. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية، وشكرا على هذا الحوار. وصلنا وإياكم إلى نهاية الساعة الأولى من 9:10، أعود وألقاكم بعد دقائق في متابعة لكل ما يجري من تطورات عند الجبهة الشمالية السورية، ابقوا معنا. Come on.
السلام عليكم. استهداف محيط صاعد سعد الله الجابري. هذه هي المشاهد الحصرية هنا من إدلب ولحظة إجلاء المصابين. الله أكبر.
الآن التاسعة عشرة من الحدث. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم من جديد إذن إلى الساعة الثانية من التاسعة عشرة، والبداية من العناوين. بعد سيطرتها على حلب، فصائل موالية لتركيا تعرض على قسد الأمان لمغادرة المدينة. المرصد يتحدث عن محاولات للجيش السوري، وذلك لاستعادة السيطرة على ريف حماة الشمالي من يد الفصائل. الخارجية الإيرانية تؤكد مغادرة موظفيها قنصلية حلب قبل هجوم الفصائل عليها. ويد عوت أحرنوت تقول إن مقاتلات إسرائيلية منعت طائرة شحن إيرانية من الهبوط في سوريا. أهلا ومرحبا بكم. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل مسلحة في شمال سوريا إلى 412 قتيلا على الأقل، بينهم 61 مدنيا. وبحسب المرصد فقد أسفر الهجوم الذي شنته هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة في إدلب وحلب وحماة عن سقوط 214 قتيلا في صفوف الفصائل المسلحة و137 قتيلا في صفوف الجيش السوري وفصائل موالية له، إضافة إلى 61 قتيلا مدنية. في حرس ما جرى بمساء الأمس، هناك مقتل ستة إيرانيين أو ستة من جنسية غير سورية عاملين مع الإيرانيين، كانوا قد خرجوا من خان شيخون قبل دخول هيئة تحرير الشام إليها، وقتلوا في قرية تقع بين تلبيسة والرستن. استهدفت سياراتهم الثلاث من قبل مسلحين محليين وقتلوا في تلك المنطقة. وصل اليوم إلى تلك المنطقة ضباط برتب عالية من النظام للمباحثة مع الأعيان في تلك المنطقة لعدم استهداف القوافل التي تمر على طريق خمس حما. إذن نتواجد هنا نحن الآن مباشرة في جبل شحشب وتحديدا في قرية ترملة بريف إدلب الجنوبي، ونحن هنا الآن نقف في مقر للقوات الحكومية كانت قد سيطرت عليه الفصائل التي تشن معركة أطلقت عليها ردع العدوان، ونرصد لكم هذا هو المشهد. ويبدو بأنه تم إخلاء هذا المقر حديثا. هذه أو هذا الجبل هو جبل هام واستراتيجي نظرا لعلوه وارتفاعه، ويعتبر واحدا من أعلى الجبال في هذه المنطقة، ويطل كذلك بشكل رئيس ومباشر على ريف حماة الشمالي، وكذلك يعتبر هذا الطريق الذي نتواجد فيه نحن الآن هو البوابة لدخول ريف حماة الشمالي وكذلك ل قلعة المضيق. هذا هنا كذلك بعدسة الكاميرا نلاحظ هذه الدبابة التي اغتنمتها هنا الفصائل المقاتلة، هذه الدبابة وكذلك في هذه القرية تحديدا هنالك دبابتين، وهنالك أيضا مستودع للذخائر تم اغتنامه خلال هذه العمليات. الفصائل تقول بأنها رسميا سيطرت على هذا الجبل بشكل كامل، وأضافت الفصائل كذلك في بيان لها إنها سيطرت على مدينة إدلب بالكامل. إدلب بالكامل وفقا لما تقول الفصائل في بياناتها المتتالية إن إدلب كاملة تحت سيطرتها من هنا من جبل شحشبو شمال غرب سوريا وبريف إدلب الجنوبي. محمد هارون لقناتي العربية والحدث. وخلال لقاء مع الحدث اتهم فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية الفصائل المسلحة بارتكاب مجازر في المناطق التي استولت عليها. يعني المعلومات التي بأيدينا والتي نتواصل فيها بطبيعة الحال مع أهالي تلك المنطقة هي أن القوات المتواجدة لا تزال تقاوم
حشود القوات المرتزقه وخاصه المدعومه من قبل الاحتلال التركي، التي تحاول ان تعلن عبر الاعلام سيطرتها على تلك المناطق. بطبيعه الحال منطقه ترفعت هناك تخوف اساسي لدى قوات سوريا الديمقراطيه من ارتكاب هؤلاء المرتزقه للمجازر، ولطالما طبعا تاريخهم في هذه المساله معروفه، ابان احتلال عفرين وباقي المناطق. منطقة الرفعات بطبيعة الحال فيها الآلاف من المدنيين المهجرين، فيها 7 مخيمات للمهجرين العفريين. بطبيعة الحال قوات سوريا الديمقراطية كما ذكرت في البداية ستحترم قرار الناس هناك إن كان هناك انسحاب أو كان هناك مقاومة، ولكن بطبيعة الحال نحن نحذر الفصائل المرتزقة التابعة لتركيا من ارتكاب المجازر في تلك المنطقة. أما مدير المركز الإعلامي لقصد فقد أكد عدم وجود أي عناصر من قصد في تل رفعت منذ أعوام، وقال إن الموجودين هناك هم قوات تحرير عفرين الذين هجرتهم تركيا إلى تلك المنطقة سابقا، والذين يتصدون اليوم للفصائل المسلحة على حد قوله. أما فيما يخص منطقة رفعت، بطبيعة الحال قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في عام 2018 انسحابها من منطقة تل رفعت، وما كان يتواجد فيها أو لا يزال يتواجد فيها هو قوات تحرير عفرين المتشكلة أساسا من شبان وشابات عفرين المحتلة الذين هجرهم الاحتلال التركي إلى تلك المنطقة. وقد نفى مدير المركز الإعلامي لقصد للحدث الأنباء عن انسحاب قوات كردية من الشيخ مقصود والأشرفية من المواجهات مع الفصائل المسلحة، مؤكدا أنها عارية عن الصحة. حتى هذه اللحظة ليس هناك أي قرار بانسحاب القوات أو حتى انسحاب الشعب هناك، على العكس تماما، نحن مصممون على دعم قرار مقاومة الفصائل الإرهابية المرتزقة التي تحاول الهجوم على تلك المناطق. للاطلاع على الوضع الميداني معي من ريف إدلب مراسل الحدث محمد الأشقر، وكذلك من ريف حلب الغربي مراسل الحدث محمد هارون. أبدأ مباشرة إذن من ريف إدلب معك محمد الأشقر، آخر التفاصيل الميدانية كما ترد إليك الآن. نعم، يعني اليوم سماء مدينة إدلب لم تخلو من الطائرات الحربية سواء. محمد الأشقر، إنه واضح في إشكالية في الصوت. على العموم ريثما يعني يتم حل هذه المسألة أنتقل مباشرة إلى محمد هارون مراسل حدث من ريف حلب الغربي. نتحدث إذن محمد عن سيطرة لمرة الأولى لهذه الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، ماذا عن ذلك؟ بالفعل نعم، إذن الفصائل الموالية لتركيا سيطرت اليوم بشكل رسمي على مدينة تل رفعت شمال حلب، وكذلك سيطرت على الشيخ عيسى ومطار منغ العسكري، هذا المطار الهام، وكذلك سيطرت على مدينة دير جمال، وهي سيطرت كذلك على قرية حربل. كل هذه القرى التي يعني حقيقة تقع بالقرب من مدينة مارع وتخضع لسيطرة مشتركة بطبيعة الحال في لقوات سوريا الديمقراطية قسد لنقل، وكذلك للقوات الحكومية. العمليات العسكرية وفقا لما تقول الفصائل الموالية لتركيا بأنها مستمرة متواترة كذلك ذات هذه الفصائل، لكن عن طريق عملية ردع العدوان التي تقود تحرير الشام، تقول بأنها كذلك اليوم يعني حقيقة سيطرت على بلدتي نوبل والزهراء، هاتين البلدتين اللتان يعني في واقع الأمر للمرة الأولى التي يتم السيطرة عليهما على يعني مدار سنوات الثورة السورية، وتعتبر هاتين البلدتين على وجه الخصوص هما خزان بشري للقوات الحكومية، وكذلك هي يعني يعرف دائما عنها هي منبع للميليشيات الشيعية أو عفوا للميليشيات الموالية لإيران إنجاز التعبير هنا. وبطبيعة الحال
الفصائل بشقيها سواء كانت التي تقود تحرير الشام عبر عملية ردع العدوان وكذلك الفصائل الموالية لأنقرة التي تقود عملية فجر الحرية تقول بأن عملياتها مستمرة. اليوم تحرير الشام عبر عملية ردع العدوان قالت في بيان لها أنها سيطرت على محافظة إدلب كاملة خاصة بعد ما سيطرت يعني في واقع الأمر على جبل شحشب وجبل الزاوية هذين الجبلين الهامين نظرا لعلوهما وارتفاعهما وكذلك يعني جبل شحشب هو يضم عدد من القرى والبلدات ويطل بشكل مباشر على ريف حماة الشمالي على سهل الغاب على وجه الخصوص طبعا ويعتبر هو بوابة لريف لريف حماة الشمالي. كذلك سيطرة يعني سيطرة تحرير الشام وحلفائها على كل من مدن سراقب وخان شيخون ومعرة النعمان هذه القرى هذه المدن حقيقة التي تقع على الطرق الدولية. طيب هذا محمد الفصائل واضح يعني هذا استعراض يعني موسع عريض إذن لسيطرة الفصائل على كل هذه المنطقة. بدي نركز فقط قليلا على حلب وحتى أيضا يفهم معنى المشاهد العربي. في حلب ماذا عن الشيخ مقصود؟ ماذا عن الأشرفية؟ نعم، بالنسبة للشيخ مقصود والأشرفية تحرير الشام أصدرت بيانا وطالبت فيه يعني طالبت فيه الوحدات المتواجدة في التابعة لقسد قالت بأن يعني أنتم الآن مخيرون إما يعني بالذهاب أو البقاء ولكن خيار البقاء سيواجه القتال لكن تحرير الشام يبدو أنها لا تريد المواجهة المباشرة وإنما تقول يعني نحن نستعد أن نؤمن لكم الطريق للخروج من حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية اللذان هما يعني الحيين الرئيسيين اللذان لم يسيطر عليهما حتى هذه اللحظة. المصادر تقول بأنه يعني قوات سوريا الديمقراطية قصد وافقت على يعني مقترح تحرير الشام لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء رسمي وفق يعني ما نحن حصلنا عليه ولكن لربما خلال الساعات القليلة القادمة يعني يتم تنفيذ هذا الاتفاق. لكن بطبيعة الحال حي الشيخ مقصود وكذلك الأشرفية هما باتا يعني محاصرين من قبل قوات من قبل تحرير الشام وحلفائها وكذلك من قبل الفصائل الموالية لأنقرة التي تقود عملية فجر الحرية والتي طبقت الخناق في واقع الأمر على حي الشيخ مقصود وكذلك حي الأشرفية بعد التقدم باتجاه الشيخ نجار والمنطقة الصناعية والسيطرة على كافة هذا المحور. وماذا عن تل رفعت؟ تل رفعت نعم في واقع الأمر الفصائل الموالية لأنقرة قالت إنها دخلت اليوم تل رفعت وكذلك بثت من هنالك فيديوهات وأشرطة فيديو مصورة من تل رفعت وكذلك مطار منغ والشيخ عيسى وقرية حربل هذه القرى المحيطة في مدينة مارع على وجه الخصوص والتي دخلتها هذه الفصائل لأول مرة منذ سنوات بعد سيطرة قسد وكذلك النظام أو القوات الحكومية عليها وهنا يمكن القول بأن الفصائل وجهتها القادمة التقدم أكثر باتجاه فافين بالتقدم أكثر باتجاه مدرسة المشاة هذه المدرسة التي كذلك تعتبر واحدة من أهم وأكبر السكنات العسكرية التابعة للقوات الحكومية. إذن من ريف حلب الغربي مراسل الحدث محمد هارون كذلك أيضا شكرا لمحمد الأشقر مراسل الحدث كان معنا من ريف إدلب لكن لمشكلة تقنية تعذر عليه يعني استكمال هذه النافذة شكرا جزيلا لكما. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الجيش السوري سيمضي في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وأشار إلى أن دعم الحلفاء والأصدقاء مهم في هذه المواجهة. تصريحات الأسد جاءت خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في دمشق الذي قال إنه بحث مع الرئيس الأسد الدعم الذي يمكن أن تقدمه إيران لسوريا في حربها ضد الإرهاب. وقد سلم عراقجي للرئيس السوري رسالة من نظيره الإيراني حيث أكد فيها موقف إيران الداعم للحكومة السورية. We'll be right back.
عقدت لقاء مفيدا وصريحا ووديا مع الرئيس بشار الأسد، حيث ناقشنا الأوضاع الراهنة في المنطقة وسوريا. ومن الطبيعي أن الظروف صعبة، لكن شجاعة الرئيس السوري كانت مثيرة للإعجاب، وتم التوصل إلى تفاهمات جيدة خلال هذا اللقاء. الجماعات الإرهابية تعتقد أن الظروف الحالية توفر فرصة لنشاطها، لكن سيتم التصدي لها بحزم. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني وحيد جليل زاده إن طهران تحمل واشنطن وحلفائها المسؤولية إذا تضررت قنصلية البلاد في حلب القنصلية الإيرانية، وأكد أن إيران سوف تعترض عبر القنوات الدولية. أشار إلى أنه قد جرى نقل موظفي قنصلية إيران في حلب إلى دمشق، وكشف زاده أن موظفي القنصلية الإيرانية في حلب قد غادروا المبنى في الوقت المحدد ولم يلحق بهم أي ضرر، وقال إنهم متمركزون حاليا في العاصمة السورية دمشق. في واشنطن أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بما يحدث على الأرض في سوريا. كرر مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان القول أن لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية في تقدم قوات المعارضة على حساب قوات الحكومة السورية باتجاه حلب. وقال أيضا أن اللوم يجب أن يوجه إلى الحكومة السورية فيما يحدث، لأنها لم تنخرط في العملية السياسية بشكل جدي، وأنها اعتمدت بشكل خاص على روسيا وإيران. تجد إدارة بايدن نفسها في وضع حرج، أولا لأنها لم تعطي سوريا الأهمية المطلوبة خلال السنوات الأربع الماضية، تريد التركيز على عدم عودة داعش، وتعتبر هيئة تحرير الشام تنظيما إرهابيا، كما أنها لا تريد من قصد أن تنخرط في عمليات عسكرية لا توافق عليها واشنطن. أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد منع طائرة شحن إيرانية من الهبوط في سوريا، وأضاف المصدر ذاته أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قد اعترضت الطائرة الإيرانية لمنعها من الهبوط في سوريا، وهو ما قد دفعها للعودة لإيران. معي مباشرة من واشنطن الباحث في معهد الشرق الأوسط سمير الطقي، الدكتور سمير الطقي، كذلك من باريس الكاتب السياسي مازن عدي، ومعي من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق والباحث السياسي الدكتور محمد مهدي شريع الدار، وكذلك من موسكو المتخصصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ مباشرة مع حضرتك دكتور سمير. البداية من تصريحات سوليفان التي يتحدث فيها عن أن واشنطن لا علاقة للولايات المتحدة بما يجري على الأرض، وهو أيضا ما يتوافق كذلك مع الرأي التركي بأنه أنقرة لا علاقة لها فيما يجري على الأرض، ما الذي يحدث على الأرض؟ سيدي أهلا بك سيدي شخصيا وبجمهورك الكريم وبالضيوف الكرام. الإنكار هو صفة السياسة في العالم الآن أصبحت، وفي رأيي أنا الإنكار لا يقدم ولا يؤخر. الوضع واضح تماما، هناك انهيار في وضع القوات الإيرانية في شمال سوريا، وهذا الانهيار كان هناك تساؤل من سيملأه كفراغ سياسي واستراتيجي وعسكري. والسؤال الثاني كان أمام أن ترامب يقترب من السلطة بأيام، فالسؤال ماذا لو انسحبت القوات الأمريكية؟ لمن ستصبح هذه المنطقة؟ هناك قضية أساسية أيضا أن في هذه الحالة يمكن إيران أن تنتشر في هذه المناطق، ولدى تركيا هواجس رئيسية في هذا الموضوع. إذن في اعتقادي أن لدينا العديد من اللاعبين يتخذون موقف راقب واقتنص، ولكن بالمقابل بلا شك بأن تركيا الآن
تحاول أن تدفع بقوات مناصرة لها ضمن برنامج محدد، وهو إبعاد الأكراد عن حدودها وأيضا سحب منطقتي تل رفعت ومنبرج من أيديهم. أعتقد حدود العملية العسكرية تتوقف عند ذلك. أنا لا أتوقع بأن تمتد المعارضة بعيدا جنوب حما، لأن ذلك سيخلق وضع في غاية التعقيد دوليا أقليميا وداخليا. ولذلك أتصور بأننا بدأنا نشاهد خطوط تماس جديدة ليست محدودة، ولكن يمكن أن نتصور أبعادها الاستراتيجية. طيب أمرر السؤال التالي لأستاذ مازن. الآن كل التصريحات الدولية تتحدث عن أن المنطقة في خطر محدق، خاصة إنه ما يجري اليوم في سوريا يأتي بعد حرب طويلة في غزة، وكذلك ما شهدته لبنان مؤخرا واستقر الوضع على الهدنة. المجتمع الدولي اليوم والأوروبيون، هل كان من مصلحتهم بالفعل أن يطبعوا مع دمشق؟ تحياتي لك وللمشاهدين. بالنسبة للموقف الأوروبي ليس موحد تجاه التطبيع مع النظام في دمشق، يعني يختلف من بلد إلى بلد، وما زال لأنه في بلدان أخذت موقف تعتبر أنه ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت، وفي إدانات وفي مسائل لا يمكن، هذا موقف متبنيته عدة دول من فرنسا، وموقف مثل إيطاليا وموقف بعض الدول اللي كانت ترحب بموضوع التقارب مع النظام السوري. وهنا ما أقصد وما أرمي إليه يعني أستاذ مازن، عذرا على المقاطعة، هل التقارب مع دمشق، التقارب الأوروبي مع دمشق، وتمكين الوجود السوري في المحافل الدولية وترحاب الأوروبيين بدمشق، هل كان بالفعل كان يمكن أن يجنب سوريا ما يحصل اليوم وسيطرت هذه الفصائل المسلحة على هذه المحافظات؟ الموقف الأوروبي لم يكن هو نفسه سابقا، يعني الموقف الأوروبي كان داعم بمعنى ما للعملية السياسية، وما زال رسميا هو يدعم القرار 2254، لكن بالواقع العملي الموقف الأوروبي ملحق إلى حد كبير بالموقف أو بالقرار الأمريكي. ومع الأسف من وقت اللي بدأت مؤتمر جنيف لم يكن هناك جدية بتنفيذ القرار، لا القرار 2218 ولا القرارات بعدين 2254، واللي كان هو قادر أن يجنب سوريا والشعب السوري الآلام والمآسي اللي عم يتعرض لها، وكانت بدأت بعملية انتقال سياسي. لكن هذا الشيء لم يحصل لأنه لم تكن هناك إرادة دولية، ترك الأمر جرى تمييع القرار 2254 بأشكال مختلفة من خلال سلال المختلفة، موضوعة اللجنة الدستورية، ووضعت الأمر بمعنى ما بيد أنه النظام اللي عمليا عطل العملية السياسية. بس العملية السياسية تعطلت من وقت اللي ما كان في جدية بتنفيذ القرار 2254، لأنه هذا يتطلب في إجراءات أولية بإخلاءات المعتقلين والسجون، تتطلب وقف كل الأعمال القتالية، يتطلب أشكال من العمل لمؤسسة لمجلس لهيئة حكم انتقالي، هي الدرجة الأساسية اللي كانت قادرة تخلص فيها البلد بسوريا. وحاليا ندفع ثمن، أنا بقول تخلي المجتمع الدولي عن الشعب السوري أو حتى عن الالتزام بقراراته، لكن لما يقصد مثل ما صار باتفاق دايتون أو بأي اتفاق آخر قادرين أنه يجنبوا ويوقفوا مسائل الصراع. مع الأسف سوريا تحولت إلى ساحة صراع إقليمي ودولي،
عليها، والشعب السوري يدفع الثمن. وكل هذه نتحدث هنا عن الوجود الأمريكي والوجود الإيراني والوجود الروسي والوجود التركي. طيب خليني أمرر السؤال لدكتور محمد مهدي. دكتور محمد، اليوم وكما طرحت السؤال على قبل قليل على دكتور سمير التقي، أنقرة تبعد عن نفسها أي شبهة لها علاقة بالتخطيط والتعامل مع هذه الفصائل لتنفيذ مثل هذا الهجوم، هل إيران يعني تعتقد بذلك؟ وماذا، ما الرسالة التي يحملها وزير الخارجية الإيراني الذي يغادر العاصمة السورية متجها إلى العاصمة التركية أنقرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. أولا، الرسالة التي حملها الوزير عراقشي إلى سوريا هي رسالة دعم للحكومة السورية، هذا أولا. وطبعا إيران تختلف مع، على الرغم من وجود العلاقات المتميزة بين إيران وبين تركيا، لكنها تختلف في الموضوع السوري. بالنسبة لنفي تركيا أن يكون لها دور، أتصور أن هذا يعني أمر مضحك. يعني هناك حديث عن وجود حتى قوات أو ضباط تركي أتراك، القوات التركية أساساً متواجدة في أو تتواجد في بعض المناطق، طبعاً بحجة مثلاً الأكراد. لكن لما عندما نرى ملامح هذه الحرب بهذه يعني القوة وبكل هذه الصورة على الأرض، معقول يعني دكتور محمد يتزامن ذلك بأنه وزير الخارجية الإيراني يأخذ طيارته ويروح لأنقرة؟ لماذا غير معقول يعني؟ يعني حالة حرب، وليس فقط حالة حرب، نتحدث عن خسارة حلب، نتحدث عن السيطرة الكاملة على إدلب، حتى أنه ما يتم أو ما تتم الإشارة له بأنه هذا النفوذ للفصائل المسلحة الموالية إلى تركيا، يعني هناك سيطرة يعني على الجزء الواسع العريض من حماة يعني الخارجي. مع هذه الخسارة العسكرية أو الاستراتيجية، سميها ما شئت، قد يبدو غريبا أن وزير الخارجية الإيراني يذهب لتركيا ويقابل نظيره هناك في أنقرة. أولا، هذه ليست هي المرة الأولى. الأزمة السورية منذ انطلاقتها منذ 2010، وكانت يعني كان حضور القوات الإرهابية والتكفيرية في مختلف أنحاء سوريا وأكثر من اليوم، وكانوا مدعومين من قبل تركيا، واستمرت العلاقات الإيرانية التركية. هذا ليس أمرا جديدا، طبعا مع تحفظي على ما تفضلت به. أولا، إدلب كانت دائما يعني خلال هذه الفترة في يد القوى الإرهابية، وهنا يعني هنا تحدث عن الريف، تحدث عن الريف هنا، وبالتالي نتحدث بعد ذلك عن حلب، تحدث عن جزء أيضا الخارجي لحماة. على العموم، شو قصتنا؟ قصتنا بأنه ما الذي يريد أن يحمله وزير الخارجية الإيراني في وجهته هذه إلى تركيا؟ ماذا يريد أن يقول للأتراك؟ هناك عزيزي، هناك يعني آلية الأستانة شاركت فيها طبعا إلى جانب الدولة السورية كل من روسيا وتركيا وإيران، وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار وبقاء يعني الجيوب الإرهابية في منطقة إدلب. هذا ما تم الاتفاق عليه، ولا داعي لخرق هذا الاتفاق، لكنه تم خرق الاتفاق من قبل هذه الفصائل المسلحة، وطبعا بدعم تركي. فمن الطبيعي أن تكون إيران تدعو جميع الأطراف إلى التزام بالاتفاق الحاصل، لا سيما أن تركيا كانت طرفا فيه، ولذلك الرسالة الإيرانية كانت واضحة. طيب، إذن طبعاً بفهم من كلامك دكتور محمد بأن هناك خرقاً لاتفاق أستانا. قبل أن نكمل هذا الحوار وسؤالي المرتقب لدكتورة إلينا، نتوقف مع هذه الزاوية الخبرية، إذ أفادت مصادر روسية بأن موسكو قد أقالت الجنرال المسؤول عن قواتها في سوريا سيرجي كيسيل، وذلك في خطوة تأتي عقب اجتياح فصائل مسلحة لمناطق في حلب وإدلب. وكانت مدونات عسكرية قد وجهت انتقادات لاذعة لأدائه في سوريا، أي أداء كيسيل، وهو الذي كان يقود في السابق
جيش دبابات الحرس الأول الروسي في منطقة خاركيف بأوكرانيا، وتوقعت مصادر صحفية روسية أن تستعين روسيا بالجنرال سيرغي سيروفيكين الذي كان مسؤولا لفترة وجيزة عن الجهود الحربية في أوكرانيا. استنادا إلى ذلك أمرر هذا السؤال لدكتورة إلينا سوبونينا. دكتورة إلينا، ليس من يعني زاوية التحليل العسكري وإنما من زاوية التحليل السياسي، ما معادلة التدخل الروسي اليوم؟ ما مديات التدخل الروسي؟ مصالح روسيا أين تتوقف عندما نتحدث عن كل هذه الملامح العسكرية وتقدم الفصائل المسلحة الموالية لتركيا؟ مساء الخير للجميع. أولا بالنسبة لخبر ذكرته حول إقالات في صفوف الجيش الروسي، أقول أنه هناك لحتى الآن أخبار متضاربة حول هذا الشأن، لأنه لن أخفي عليكم يوجد نوع من الصراعات ما زال ما بين كوادر قديمة في وزارة الدفاع وضباط أتوا مع وزير الدفاع الجديد وتمت ترقيتهم في الوقت الأخير. جنرال سيروفيكين تم إبعاده منذ أحداث فاغنر في روسيا، ولكنه لديه أنصار بعضهم يطالبون بعودته. لحتى الآن لا توجد تأكيدات رسمية على إمكانية عودته وذهابه إلى سوريا. فأنا أعتقد أن هناك بعض التضخيم حول هذه الشائعات. أما روسيا فهي أكيد تقدم مساعدات الآن للجيش السوري، ولكنها أيضا تراهن على إيجاد حلول دبلوماسية. وأنا استغربت الآن من سؤالك وقت طرحته على ضيف آخر، أنه لماذا وزير خارجية إيران سيد عراقشي ذهب الآن لتركيا. أنا لا أرى في هذا الشيء أي غرابة، لأنه بالعكس روسيا تعتقد أنه هذا الشيء مطلوب. حتى روسيا أكثر من ذلك مصرة الآن على لقاءات متعددة من هذا النوع وعلى التنسيق ما بين روسيا وسوريا وإيران وتركيا، لأنه في الوقت التصعيد بالذات نحن نحتاج لمثل هذا التنسيق، وهذا التنسيق ممكن أن يتم. بس الموضوع لم يصل فقط إلى حدود التصعيد، دخلنا في مرحلة حرب. نعم، ولكن ليس لأول مرة في مرحلة الحرب أو تصعيد. هناك تجري اتصالات مكثفة، لنتذكر ماذا حدث منذ 4 سنوات مثلا حيثما كان في تصعيد في شمال سوريا أيضا، وحتى لقاءات أولى ما بين خبراء روس وأتراك، ما بين وزراء الدفاع، ما بين رؤساء أجهزة الأمن. هي فشلت في البداية، ولكن بعدين فجأة التقى أردوغان ببوتين والأمر انحل. ولكن أكيد كان هناك وفجأة في الظاهر، ولكن كان هناك عمل مكثف لإنجاح هذه الجهود. عود لي دكتور سمير. دكتور سمير، هل تلحظ أن واشنطن تتحدث وكأنها يعني خارج تماما ميدان هذا القتال؟ القوات الأمريكية موجودة، واشنطن موجودة وتدعم يعني كما تعرف الأكراد، لماذا تتحدث وكأنه هي يعني بالفعل خارج الميدان وخارج الأرض؟ يعني ربما أختلف قليلا عن هذه الفكرة. هي لا تقول ذلك، هي تقول أنا وصفتها بأنها المراقب الذي يقتنص الفرص. الأساس الآن هي أنها تجد في تركيا حليفا رئيسيا استراتيجيا كان مفيدا جدا خلال الأزمة الأوكرانية، ويعني لعب دورا أساسيا أيضا في وسط آسيا. لكل هذه الاعتبارات أعتقد بأنها يعني لا تنوي أن تحتك بالمصالح التركية في سوريا.
لذلك هناك محاولة لموازنة دقيقة بين مناصرتها للأكراد الذين تعتبرهم تركيا إرهابيون، وبالمقابل بين مناصرتها لهؤلاء وبين قضية الأخذ بعين الاعتبار المصالح التركية. وأعتقد أن في هذا المجال جرت مفاوضات في الزمن في الفترة الماضية مكثفة حول رسم تصورات يمكن أن تغطي الهواجس التركية من جهة، ولكنها أيضا تسمح بعمليا دور معين للأكراد وبمساحات هامة من شرق الفرات تبقى في يد الأكراد. القضية الرئيسية هي ماذا لو انسحب، وأعتقد أن أرجح بأن ينسحب ترامب ما لم تظهر قضايا، يعني تكرير سيناريو 2020 عندما تحدث في وقتها الرئيس الأمريكي ترامب وتحدث وأشار إلى تنازله يعني عن دعم الأكراد في وقتها. لا أعتقد أنه سيتم تنازل عن دعم الأكراد. الأكراد لعبوا دور رئيسي في قضية مجابهة داعش، وأيضا من الناحية المبدئية يعني تركيا لا تنظر إلى حل صفري فيما يتعلق بقضية أنها تريد أن تحتل شرق الفرات أو أن يخرج الأكراد من شرق الفرات، ولكنها الآن في رأيي أن الهاجس التركي هو ماذا لو انسحب الأمريكان. في هذه الحالة سيصبحون يلعبون من الخارج، وبرأيي أنا الآن تعقيدات الوضع في سوريا قد تبقيهم، يعني هذا سؤال كبير الآن. يعني سوريا موجودة على أجندة ترامب دكتور سمير؟ طبعا التقى ترامب ب جي اف كينيدي، وفي خلال هذا اللقاء فيما يتعلق بجرب مناقشة للسياسة الخارجية، من ضمنها رسم الرئيس ترامب خريطة صغيرة على لسوريا وتساءل حول قضية وجود القوات الأمريكية. في رأيي أنا من حيث المبدأ الولايات المتحدة الأمريكية لن، وهناك الآن توافق بين الإدارتين الإدارة ترامب وإدارة بايدن حول الرؤية الاستراتيجية، لا يوجد خلاف استراتيجي رئيسي، وتلعب هنا المؤسسات العسكرية دورا رئيسيا في رسم المصالح في هذه المنطقة، وهي متعلقة بقضية مساومات محتملة قد تجري مع روسيا قد تجري مع تركيا وكما أوضحت أنا. وبالتالي نعم سوريا موجودة، ولكنها ليست في واجهة الأحداث، هي أحد الساحات الجانبية للصراع. الصراع الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الآن هو إخراج الإيرانيين من سوريا. أعود بالسؤال لأستاذ مازن، الموقف الأوروبي واضح تماما في دعم أوكرانيا ضد الروس، كيف تنظر لفكرة سوريا مقابل أوكرانيا؟ بتقديري من الصعب الحديث شيء مقابل شيء، السياسة أعقد من تبسيطها بهالإطار. يعني كل طرف لا يمكن، يعني روسيا بالنسبة إلى سوريا مجال حيوي وفرصة كانت لزمن طويل وصول للمياه الدافئة، نفوذها بسوريا ليس من السهل تفريط فيه. وضعها بأوكرانيا أيضا وضع مهم وحساس، لكن إلى أي درجة تجري تنازلات والمساومات هذا شيء بده يتم بإطار التفاوض المباشر بتصوري بعد مجيء الإدارة الجديدة بعد مجيء ترامب. الأوروبيين قلقين طبعا، الأوروبيين تجربة أوكرانيا علمتهم أنه يقووا دفاعهم الذاتي، يعني أن يكون للأوروبيين قوة إلى استقلالي ما أمكن، لا تعتمد تماما على القوة الأمريكية. هذا شيء مهم لأنه بالنسبة للإدارة الأمريكية ممكن تعمل مساومات بتهم مصلحتها بالدرجة الأولى ولا تأخذ بعين الاعتبار موضوع الأوروبيين. بالإضافة أنه ترامب سابقا ضغط على الأوروبيين وأنه نحن حمايتنا لكم هذا إلى ثمن وبدكم تدفعوا، بدهم ومارس ضغوط عليهم بهالمسألة.
فبالتالي الأوروبيين من جهة عم يفكروا بأشكال من الدفاع الذاتي، وهذا جعل أنه الموازنات العسكرية كتير ضخمة خاصة بالنسبة لألمانيا وأيضا بالنسبة لفرنسا. فالشيء الربط بيناتهم ما من يعني من الصعب تبسيط الأمر بهالشكل. لكن أنا حابب علق شوي على الكلام اللي حكاه ضيفك، خاصة ضيفك الإيراني دكتور محمد مهدي. نعم آسف يعني بعدم ذكر الاسم. الشيء اللي بدأت سوريا هي بال 2011 وليس بال 2010 بأواسط آذار، والحراك والثورة اللي تمت ظلت 6 أشهر سلمية. يعني بمعنى ما الكلام عن منظمات إرهابية وسلاح والنظام الإيراني وقف مع النظام السوري من اليوم الأول، وعمليا النظام الإيراني أفشل الحلول اللي كانت التسويية خلال المرحلة الأولى، خلال اللي كان ممكن يصير في مخرج وطريقة من الإصلاح بدون ما تنفجر الأمور لهالوضع. وأحمل جانب من مسؤولية أساسية لإيران، خاصة ما حدث بخليط الأزمة وما تبعها من مسائل وتفجرت الأمور بأشكال مختلفة. يعني كانت في جهود أقليمية ودولية لإيجاد حلول مثل ما صار لبعض الدول الربيع العربي بدون ما تؤدي إلى الدخول بحمام الدم، لكن مع الأسف الأمور مشيت باتجاه يعني مثل ما طرح النظام بحينه الأسد أو لا أحد أو إلى آخره. يعني أنا أستبعد حقيقة سؤالي لدكتور محمد مهدي، وأسأل حقيقة إن كان هناك أي رد من جانبك على ما يقوله أستاذ مازن هنا. لا، أولا الحضور الإيراني في سوريا لم يكن منذ بداية الأزمة في 2011 كما تفضل ضيفك، جاء لاحقا وبطلب من الدولة السورية. وأتصور أن هذا التوصيف الذي قيل بالنسبة للمعارضة المسلحة في سوريا، اليوم الكل يعرف ما قامت به هذه الفصائل المسلحة من جرائم، وجود عناصر من مختلف الدول، الإرهابيين والانتحاريين الذين جاءوا من يعني كم هم عدد الإرهابيين الذين من بعض الدول العربية. هناك إحصاءات موثقة في هذا الموضوع، حتى آليات تحمل يعني لوحات هذه الدولة أو تلك. يعني أن نقول بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل هذه الفصائل أن نسميها معارضة، أيضا الاتهام المتبادل أيضا موجود، يعني الاتهام المقابل لهذا الاتهام، اتهام الجيش السوري واتهام دمشق أيضا بارتكاب جرائم أيضا يطرح. أنا فقط أطرح يعني الجانب الآخر، ماذا يقول هنا دكتور محمد مهدي؟ حتى إن كان ذلك، لو فرضنا ذلك، هذا لن يغير من التوصيف الحقيقي لفصائل المعارضة التي هي فصائل إرهابية بامتياز. أدبياتهم، مواقعهم، كل أعمالهم تدل على ذلك. يا أخي، لنفترض أن النظام السوري ارتكب جرائم، لكن هذا لا يغير من واقع الفصائل المسلحة شيئا. لذلك أن نصف هذه الفصائل الإرهابية بالمعارضة وأن نبرئهم من كل الجرائم التي ارتكبوا، هذا ليس توصيفا دقيقا. إيران كانت بطلب من الحكومة السورية، هي حكومة رسمية شرعية معترف بها دوليا، والحمد لله اليوم نحن نتحدث وقد عادت سوريا إلى أحضان الجامعة، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتراجع الجميع في العالم العربي والعالم الإسلامي عن مواقفهم السابقة. يعني إذا كان هذا النظام نظاما مثلا ارتكب هذه الجرائم، طيب كيف تم التطبيع معه من قبل كل هذه الدول ومن قبل الآليات التي ما هذه سياسة يعني بدنا يعني أنا عم أشوف دكتور سمير وأيضا أستاذ مازن يعني يريدان حقيقة التعليق على هذه الجزئية، بس إذا خلصت خليني يا دكتور مهدي أمرر السؤال لدكتورة إلينا. طيب دكتورة إلينا، السؤال اللي بدي أطرحه حقيقة هنا
متعلق بأنه إلى أي مدى يمكن بالفعل أن تضغط روسيا في سبيل العودة إلى المسارات السياسية والتسوية وأستانا وتجاوز الخروقات اللي عم نشوفها اليوم؟ روسيا أولى قالت أنه هناك ضرورة العودة لمسار أستانا، وحتى روسيا ترحب بهذا التنسيق وبهذه الجهود التي يقوم بها وزير خارجية إيران، لأنه هي جهود ضرورية. المشكلة أنه هناك بعض اللاعبين أصبحوا يتعبون من مسار أستانا، وحتى سمعنا بعض الانتقادات الحذرة من قبل وزير خارجية تركيا سيد حكان فيدان، وحتى كازاخستان، ومدينة أستانا هي موجودة في كازاخستان وهي دولة مستضيفة لهذا المسار، هي أكثر من مرة لمحت أنه يمكن هناك حان الوقت للبحث عن مسار آخر أو منصة أخرى لإجراء هذه اللقاءات. ولكن روسيا ترى أنه حتى من ينتقد ليس لديه بديل مقنع، فإذا هناك دعوة من جديد من قبل روسيا لاستئناف مسار أستانا وللاجتماع حول ما يحدث في شمال سوريا. نعم. لأنه بدون تنسيق ما بين تركيا وإيران من المستحيل أن نجد حلولا، ولكنني أعتقد أنه الأمور حتذهب نحو التعقيد الأكثر، وما نراه اليوم أكيد له علاقة بالتغييرات متعلقة بنتائج الانتخابات في أمريكا. نحن نرى الآن مؤشرات أولى لإدارة ترامب الجديدة، خلط الأوراق واستعداد للمساومات من قبل الجميع، والخشية أنه لاعب آخر ممكن أن يحصل على امتيازات أكثر من إدارة ترامب الجديدة، والسعي كل لاعب أن يكون لديه موقف ثابت وقوي في شيء مكان. مثلا أنا أعتقد أنه سيد أردوغان رئيس تركيا كان أراد أن يثبت الآن بأنه لديه مواقف قوية في سوريا، وهو يستطيع أن يحرك شيئا ما ويستطيع أن يؤثر على تطور الأحداث. نعم، من غير معقول. طيب. لا واضح. تعلم تركيا بما كان ممكن أن يحدث الآن. طيب دكتور سمير، لا أستطيع أن أتجاوز يعني رغبة جنابك بالتعليق على ما كان يطرحه قبل قليل دكتور محمد مهدي. يعني دمشق عادت إلى حضن الأمة العربية، إلى جامعة الدول العربية، التطبيع على قدم وساق وما إلى ذلك. لم أكن أرغب في التعليق على هذه القضية، وإنما أقول في النهاية الدول تنظر إلى الاعتراف بأي سلطة بمدى سيطرتها على الأرض. وفي اعتقادي أن هذا الموضوع قد كان هناك أمل بأن تتم مصالحات، سواء ما قامت به روسيا، قامت مصالحات هامة جدا، وفي حينها قلنا أنه لو تمكن النظام من فعلا امتصاص هذه المصالحات سواء في حمص وسواء في درعا وسواء في السويدة أو في حلب أو حتى ما نشاهد في تلبيس الآن، دليل أن الجمر كان تحت التراب لأنه لم تجري مصالحات حقيقية. وحتى لو أشرنا هنا عن أو إلى حديث المصالحة مع الأكراد أنفسهم بين الأتراك والأكراد، كل هذه القضايا. المشكلة في اعتقاد مشكلة روسيا مع النظام السوري، وهو ما يقوله الآن الخبراء الروس ذاتهم، أنه ليس مستعدا للمصالحة. هذه هي المشكلة الرئيسية سيدي. ولكن الآن أنا في اعتقادي محاولة الدول العربية لعمليا الاعتراف وإعادة النظام السوري، هذا متعلق بالوطن السوري بكامله. ولكن أتصور أنا الشيء الرئيسي الآن هو من في مرحلة معينة كانت روسيا هي الباور بروكر، هي وسيط القوة في الإقليم. الآن تغير ذلك، هناك لاعبين جدد، هناك إسرائيل، هناك الولايات المتحدة الأمريكية التي بدونها يعني لا يمكن إنجاز أستانات إلا إذا كان هناك تفويض أمريكي لروسيا كما كان قائما. دكتور سمير، حتى لأنه بقي فقط دقائق قليلة على نهاية يعني هذا الحوار على وجه من السرعة، ومعك حبقى معك دكتور سمير، الآن أين تتجه الأمور؟ أنا أرى بأنها تتجه إلى خطوط تماس جديدة، ربما أستانة جديدة،
في إطار الأخذ بعين الاعتبار التعديلات في موازين القوى، المنطقة الحرجة ستكون شرق الفرات، وكيف سيتم إخراج أولا من جهة تأمين تركيا لمصالحها فيما يتعلق بالإقليم، وكما تحدث سابقا فيما يتعلق باستقرار الوضع في الحدود. واضح. أستاذ مازن، أين تتجه الأمور؟ ماذا عن تغيير وقلب الأوراق؟ ما حصل هو تغيير بموازين القوى بشكل مؤكد، خاصة هي الخسارة اللي خسرتها إيران طبعا بالضربة القوية القاسمة لحزب الله اللي انعكست على سوريا، رغم وجود 580 مركز لإيران في سوريا والميليشيات المتعددة واللي قسم منها ارتكبت مجازر كتير ليس مجال للحديث فيها، بس هذا الشيء عطى فرصة للأطراف الأخرى ليكون إلى وزن أكثر. نعم. إن كان تركيا أو الأطراف الأخرى، لكن يبقى دائما الحل هو ينبغي العودة إلى جنيف، لا سوتشي ولا اتفاقيات أثناء استانا، هذا تدخل بإدارة الأزمة وليست بحل الأزمة. الأزمة تطلعات الشعب السوري مدخلها بتنفيذ القرار 2254 وبمجلس حكم الفكرة. أستاذ مازن، واضح جدا. الآن موسكو تعلن عن شن غارات على فصائل مسلحة في محافظات إدلب وحماة وحلب، والجيش الروسي يعلن مقتل 320 من عناصر الفصائل المسلحة بغارات في إدلب وحماة وحلب. دكتور محمد مهدي، أيضا أن تتجه الأمور وضع إيران الآن وما الذي ترغب فيه مستقبلا؟ لا، من دون شك سيتم التغلب على الفصائل الإرهابية وعلى الإرهاب كما تم ذلك سابقا، والهجمات الإرهابية سابقا كانت أكثر من اليوم. لن يسمح للإرهابيين أن يحققوا المطامع الإسرائيلية على الأراضي السورية وعلى محور المقاومة، المطامع الإسرائيلية التي فشل الكيان الإسرائيلي من تحقيقها في حربه ضد غزة وضد لبنان، لن يتم تحقيقها في على الأراضي السورية أو في المناطق الأخرى. سؤالي أيضا أمرره لدكتورة إلينا، أين تتجه الأمور؟ وإذا كان يعني تستطيعين التعليق على الموضوع والحراك أو التصريحات الإسرائيلية هنا في الوقت المتبقي. إسرائيليين ونتنياهو حتى عملوا تصريحات قبل هذه الأحداث وهددوا رئيس أسد في سوريا، وهذا شيء مشبوه. أما وين تتجه الأمور؟ والله مؤشرات مقلقة جدا. أكيد أنه الجيش السوري بمساعدة روسيا وإيران ستصد هذا الهجوم، ولكن استعادة مدينة حلب على سبيل المثال وبعض مدن في محافظة إدلب سيكون الأمر في غاية الصعوبة، يعني سيأخذ هذا وقتا من جديد. فبالفعل خطوط التماس الآن من جديد قد تغيرت، وأنا متأكد أنه القضية الكردية الآن ستطرح بالشدة. اللاعبين الإقليميين سيبحثوا عن حلول سلمية، ولكن أمريكان وإسرائيل سيخلطون الأوراق من جديد، لأنهم مو من مصلحتهم الآن هذا الاستقرار الذي نسعى إليه. تزامنا مع ذلك، موسكو يعني تصرح بأنها تساعد الجيش السوري في صد الفصائل المسلحة في ثلاث محافظات. شكرا جزيلا المتخصصة في الشؤون السياسية والاستراتيجية الروسية الدكتورة إلينا سوبونينا. كذلك كان معنا من واشنطن الباحث في معهد الشرق الأوسط الدكتور سمير التقي، ومن العاصمة الفرنسية باريس الكاتب السياسي مازن عدي، ومن طهران الدبلوماسي الإيراني السابق والباحث السياسي الدكتور محمد مهدي شريعة مدار. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية، وشكرا على هذا الحوار. وصلنا وإياكم إذن إلى ختام التاسعة عشرة، تلقاكم بعد قليل الزميلة ريمي درباس. قوموا معنا.